على حب يحيى بن زكريا وجميع الأنبياء المرسلين، وعلى حب سيدنا وسيدهم وخاتمهم محمد وآل الطاهرين، صلوا على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبل الله منك. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من بنيك والشهداء بين يديك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الشفاه الذابلات، السلام على النساء الثاكلات، السلام على الرؤوس المشالات، السلام على الملائكة الحافين بقبر الحسين المستغفرين لزواره جميعا، ورحمة الله وبركاته. يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى شبيهك يحيى بن زكريا، يا ابن الزهراء، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا مصباح الهدى، يا غريب ويا مظلوم كربلاء، يا أيها النبأ العظيم إليك في يا علي ابنيك مني أعظم الأنباء، إن اللذين تسارعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء، فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك. اسمحوا لي، صوت الشباب راح. فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلاء. كان أمير المؤمنين حريصا على الحسن والحسين عليهم السلام، وكان يقدم ابنه محمد ابن الحنفية رضوان الله عليه. قالوا: يا محمد، ما لنا نرى أباك يقدمك للموت ويؤخر الحسنين؟ فقال: الحسن والحسين عيناه وأنا يمينه ويده، فهو يدفع بكفه عن عيني. فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلائي. يا شاعر، ما الذي جرى عليهما؟ وأي خبر تحمل لأمير المؤمنين؟
عليه السلام قال ذا قاذف وحسنا، ترى الحسن أخو الحسين عليهم السلام، ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مبضع الأعضاء شيعتي نصب المآتم. عجل ليش يحيى؟ ليش نذكر يحيى؟ حتى نذكر الحسين، ذكر الحسين من ذكر الله في كل وقت الهج بذكر الحسين عليه السلام. شيعتي حمك الله أبو يوسف أجيبها لك وأدخل شوية في الحديث. شيعتي نصب المآتم والعزال مصيبتي، واذكروا تعفير خدي بالتراب وذبحتي، ولا شربت ماي ذكروني العطش فت مهجتي، واقصدوني كربلاء والكل يسكب دمعته. هنيئا لزوار الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله، لا تشوفوني يا شيء أعلى الثرى مرمي وطريح، خدي موسد ترايب والدماء مني تسيح. بارك الله فيكم يا أولادي، كم عضيذ وكم ولد لي قضى قبلي ذبيح، واحد يضل بالشريعة واحد ارفع جثته. شيعتي واللي كسر ظهري ونحل مني القوى، وحدتي من وقع يم النهر شيال، اللي وصلت يمه ولقيت ادمومه مخه سوا، والجفوف مقطع يذوب القلب من شوف. شيعتي وابن الحسن جسام عريس وشبا، صارت العركة عروسة ودم السافح خضاء، والنثار يعني ما صار عريس، والنثار النبل وفراش الولد حر التراب، وبين هندي وبين خطي وبين كوفي زفته. شيعتي وابني علي الأكبر نحل مني الجسد، بس شبح لي العين اعلى الثرى راح الجلد. بدر كامل سعد الله قلبك يا أبا عبد الله، بدر كامل ما جرى عند الخلق مثله ولد، يجذب الون وعالج نور عيني رواحت. شيعتي ولازم يوصلكم خبر عني وعلم، وصلكم خبر الرضيع ما خفي عليكم. شيعتي ولازم يوصلكم خبر عني وعلم، طفل عبد الله على صدر فرى نحرب سهم. أنا يهمني تبكي، بكيت في أول المجلس أو في آخره؟ يا مؤمن يا مؤمنة عيد البيت وياي. شيعتي ولازم يوصلكم خبر عني وعلم، طفل عبد الله على صدر فرى نحرب سهم. أهل البيت عبون الصرخة، شفته قلبي تفطر واستهل دمعي بالدم، وشبح لبعينه وجذب ونه وما لترق بنته. شيعتي كثر البكا حقي عليكم والنحيب، ماكو مصيبة مثل مصيبة الحسين، بتذكر الليلة يحيى وبتشوف عليه السلام. شيعتي كثر البكا حقي عليكم والنحيب،
شفته مثلي بالخلق مذبوح عطشان وغريب، والكفن سافي يا شيعه وبالدمع شيبي خضي، والحراين نصب عيني عن خدرها مشتته، وحسينا لا حول ولا قوة إلا بالله. مولانا العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في وصيته المعروفة الكبيرة، وصية إلى ابنه الحسن عليه السلام في حاضرين، من أعظم الوصايا وأطولها، وكان مما قال عليه السلام: واعلم يا بني بالمضمون أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه. الوقوف أمام الأنبياء وحياة الأنبياء، الإنسان الذي يتأمل قصصهم فيها العبرة، ما كان حديثا يفترى. الأنبياء والرسل دعاة إلى الله عز وجل، تجدهم يحملون دعوة واحدة، ولذلك يقول العلماء التلبيات الأربع في الحج: الله يرزقنا وإياكم حج بيت الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، إيه إن شاء الله في عامنا هذا، إيه يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، يقول هاي التلبيات الأربع هي دعوة الأنبياء، يعني الأنبياء جميعا عليهم السلام جاءوا يؤكدون تلبية أمر الله، جاءوا يؤكدون. أخاف الصوت مزعج، لو هبيط ما أدري. جاءوا يؤكدون هذه الكلمة لبيك اللهم لبيك، يعني أؤكد تلبية نداء الله وأستجيب إلى الله عز وجل في جميع أحكامه، في جميع ما أمرني به ونهاني عنه، هي التلبية معناها. فالأنبياء دعوتهم واحدة. الإمام يقول، يقدم دليل من الأدلة: لو كان لربك شريك لأتتك رسله. إذا أكو شريك، يقول الشيخ ميثم البحراني عليه الرحمة في شرح النهج، يشرح الكلمات رحمة الله عليه، يقول: لو كان لربك شريك لكان صفاته صفات الكامل المنزه عن كل نقص، ومقتضى كماله أن يكون لا يترك خلقه بلا رسل، لابد وأن يرسل رسل إلى من خلقهم، عدل ولا؟ يعني الإمام كلم الناس على قدر عقوله. لو كان إلى ربك شريك يجب أن تفرض هذا الشريك كامل فرضا، وإلا هذا محال، الكامل لا يكون إلا واحدا، وليس هذا مقام البحث فيها وقت. فإذا كان كاملا مقتضى كماله أن لا يترك عباده في نقص، ولا بد وأن يرسل لهم نفوسا كاملة تربيهم وتؤدبهم
ويرسل لهم منذرين يوجهونهم إلى الطريق الصحيح. هذا أولا، لا بد وأن يرسل رسل. ثانيا، لا بد وأن يعرف خلقه بنفسه ويريهم قدرته كما أرانا الله قدرته. فهل رأيت إلها غير الله أرسل رسل صادقين؟ ماكو. إحنا بيقول بينما الرسل كلهم اللي إجوا دعوا إلى إله واحد، وهذا الإله الثاني أين آثاره؟ أين آثار ملكه؟ الآثار كلها والكون كله واحد، يدل على إله واحد. ولله في كل تحريكة وتسكينة أثر شاهد، ولله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالتأمل في حياة الأنبياء يعرفنا، يؤكد لنا مسألة التوحيد. كونوا معي في النقطة. وكما أن التأمل في حياة الأنبياء يركز التوحيد في أنفسنا، النظر إلى حياة الأنبياء عليهم السلام كذلك يؤكد لنا مسألة الإمامة. فإن هناك حقائق، وتعلمون الحقائق مختلفة ومستويات إدراك الناس مختلفة. هناك حقائق عقلية يدركها العقل مدركة لا يختلف فيها العقلاء، حقائق عقلية ما حد يقدر ينكرها، كحقيقة أن المعلول يحتاج إلى علة، يصير مخلوق ما يحتاج إلى خالق ما يمكن، حقيقة أن لكل مسبب سبب، وهكذا حقيقة أن النقيضين لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا، حقيقة استحالة اجتماع وجود الشيء وعدمه، حقيقة مسألة بطلان التسلسل. هذه حقائق. هنا ما أدري شلون أني قمت أنسى شيبت، ذكروني بسياق الحديث. هالكلام ذكرناه شاهد على شنو؟ رحم الله والديكم. كان شاهد على ماذا هذا الكلام الذي ذكرته؟ هاي المقدمة التي ذكرتها. على كل حال، أكو حقائق عقلية يعني يدركها العقل رحم الله والديكم شوية، وأكو حقائق فوق العقل. لو قيل لك أن للطير منطق، الطير له منطق، احنا ما ندرك منطق الطير شنو. القرآن يقرر هذه الحقيقة، وإن لم يدركها عقلك فهي حقيقة قرآنية فوق مستوى إدراكك. علمنا منطق الطير، هذه مسألة حقيقية واقعية، إلا أنها ليست عقلية، مو كل عاقل يدركها، لكن حقيقة قرآنية. أن النملة تتكلم وتنذر قومها، وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. حقيقة أن بشرا من الناس يجلب مملكة بكاملها بقدرة الله عز وجل. قال من يأتيني بملكها قبل أن، قال من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت. إذن الجن عندهم تمكين، إليهم تمكين، كانوا يشترقون السمع، إنا لمسنا السماء، بس حقائق فوق عقلنا فوق إدراكنا، لكن نعلم أن الله هو المحيط بكل شيء والعالم بكل شيء،
مو كل شيء ما تتصوره مو معناها مو متعقل. أكو أشياء أنت ما تقدر تتصورها لكن تتعقلها. يمثلون العلماء بالشجرة عندما تنبت. الشجرة عندما تنمو نمواً كانت صغيرة وتصير كبيرة، هي في الأثناء تنمو أم لا؟ الشجرة تنمو، ولكن هل تعاين نموها حركتها؟ أنت لا تدرك حركة الشجرة وهي تنمو. بحسك بحواسك لا تدرك الطفل وهو ينمو. ابنك هذا الصغير يكبر يكبر ويستوي رجال كبرات. أليست هناك حركة؟ لو لم يكن هناك حركة ونمو حركة لما وصل هالطول هذا، ما بلغ هالطول هيجي. إذا أكو حركة نمو، لكن النمو فوق الحس، لكن العقل يستنتج أن هناك حركة مقسمة على الزمن فوق الحس. على كل حال فالقضية إذا عندنا حقائق قرآنية، قرآن يبينها إلينا. هل يجي واحد يقول شكون صبي صغير رضيع تو جايبين يتكلم وكذا ويحكي، معقول هاي احنا هسه من عشنا إلى هذا السن ما شفنا يحكي بعد بالمهد شون يحكي؟ لكنها حقيقة وش قرآنية. إنما ما صارت في العرف عندنا، ما وجدت، يمنعها العرف مو يمنعها العقل. على كل حال فأكو عندنا حقائق قرآنية تقرب لنا. لما تذكر أهل البيت عليهم السلام المعصومين ويقول أنتم تصفون أئمتكم بكذا، إحنا عدنا أنهم أئمة وعدنا أدلة على إمامتهم عليهم السلام، وأنتم جميع المسلمين تعترفون بالمهدي، اللهم عجل فرجه. ورواياتهم موجودة تذكر أن عيسى بن مريم ينزل يصلي وراء المهدي عليه السلام ويقول له أعدت الصلاة إليك يا ابن رسول الله، وعيسى ابن مريم يحيي الموتى يبرئ الأكمه والأبرص، وعيسى ابن مريم مأموم يأتم بالمهدي. فإذا كان الذي يأتم بالمهدي يحيي الموتى فكيف بالإمام نفسه؟ واضح؟ نعم، أمور واضحة، أمور جلية تقدر تحكيها ويا أي مسلم. كما أننا بحاجة إلى هذا الأمر بالنسبة إلى بعض الجوانب العقائدية، كذلك نحن بحاجة إلى هذا في قضية سيرة أهل البيت وحياة أهل البيت وما يجري على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني إحنا لو نجي إلى قضية يحيى بن زكريا عليه السلام، يحيى بن زكريا عليه السلام فيه وثائق، يحمل وثائق عديدة. من الوثائق التي يحملها يحيى بن زكريا عليه السلام مسألة أن الأنبياء يرثون يورثون، وزعمتم، تقول الزهراء عليه السلام، وزعمتم ألا ارتلي ولا رحم بين ولا وزعمتم ألا ارتلي ولا نحلة من أبي ولا رحم بيننا، أفلا تعلمون بل تجلى لكم كالشمس الضاحية أني ابنته، وهذا كتاب الله حكما فصلا ناطقا عدلا يقول وورث سليمان داود. شون النبوة ميراث؟ يعني هي ربي هب لي وليا يرثني. شون يرثني؟ ويرث من آل يعقوب النبوة. إذا قلنا ميراث من الأب بعد ميراث من الآباء الباقين ليش؟ يرثني ويرث من آل يعقوب. إذا المسألة ميراث نبوة ما يحتاج أن يقول واجعله ربي رضيا. قال خفت الموالي من ورائي، يعني زكريا خايف على الدين، الدين ما يخافون عليه، الدين الله مدبرنا عز وجل. إذا خفت الموالي من ورائي فيما يرتبط بجانب الإرث. فهي وقفة طويلة، إنما أنا يعني أعطيتكم برقيات شوية أشياء سريعة. كذلك عندنا في جانب في مسألة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام،
يحيى بن زكريا يحمل جوانب متعددة، من أهمها جنبتان في قضية الحسين عليه السلام. أولا جنب في جانب القضية وفي جانب النهضة الحسينية. هاي الجنبة نهضة الحسين تتمثل في ماذا؟ على اختلاف المدارس، تتمثل في رفض الحسين لبيعة يزيد لعنه الله، سواء كان هذا الرفض الحسين وقف هذا الموقف لأجل أهل العراق الذين كتبوا إليه كتبهم، أو لأجل أن يحرك ضمير الأمة، لأن الضمير قد مات كما قال الأستاذ السيد محمد باقر الصدر قدس الله أسره. بأي تفسير تفسر النهضة الحسينية، المهم أن الحسين وقف وقفة رفض فيها البيعة ليزيد لعنه الله. قال لأخي محمد: لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما يا أخي لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد ابن معاوية. وموقف الرفض هذا هو لأجل كشف حقيقة الدولة الأموية وسلب الشرعية عنها. الحسين يريد يسلب الشرعية عن الدولة الأموية، يريد يقول للناس أن هذا لا يمثل خليفة المسلمين. ولذلك تجد يحيى بن زكريا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر في موقفه من طاغية زمانه، والحسين جاء يأمر بالمعروف: وإني لم أخرج عليه السلام أشرا ولا باطرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. يحيى بن زكريا آمر بالمعروف وناهى عن المنكر، الحسين يريد أن يقيم دولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يحيى بن زكريا جرت عليه مصائب أحبها أبوه أن تجري عليه، حبا منه لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولست في مقام تفصيل هذا. عندما كشف له عن أمر غيبي وأعطي أسماء الخمسة عليهم السلام: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، الله صلي وسلم على محمد وآله. فلما عرف الأسماء وجد نفسه إذا ذكر اسم محمد صلى الله عليه وآله يشعر، إذا ذكر اسم محمد واسم علي واسم فاطمة واسم الحسن يشعر بالفرحة والسرور، ولكنه إذا ذكر اسم الحسين تخنقه العبرة. فسأل رد ربي: ما السر في خامسهم؟ أشوف أربعة منهم إذا أذكرهم أبكي، لكن أربعة منهم إذا أذكرهم أستر، يدخل السرور في قلبي. لما تذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. صلي وسلم على محمد وآل محمد، وعجل فرجنا بعدنا. فتجد نفسك ترتاح تتلذذ باسم محمد وباسم علي وباسم فاطمة وباسم الحسن عليهم السلام، لكن لما تذكر الحسين تجد نفسك تشعر بالأسى وتشعر بالحزن. فسأل ربه قال: بلي هذا الحسين هو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تجري عليه مصيبة عظيمة، أخبر ببعض تفصيلات كربلاء وأن هذا يقتل، أي قتلة تجري عليه، أي مصيبة يذبح من القفا ويرفع رأسه على الروح.
ويجال به في البلدان، ويدخل نساؤه تدخل المجالس. اي خطب عظيم يقع على الحسين. قال: الهي اتفجع حبيبك بولده؟ الهي كما فجعت حبيبك بولده ارزقني ولدا افجع به على كبر سنه. فرزق يحيى، ويحيى بالفعل يقال أن أحد الأئمة يقول: سئل هل أن يحيى قتل كما قتل الحسين؟ هل؟ قال: نعم نعم. يحيى بن زكريا جرى عليه ما جرى على الحسين، يعني قاتله أقبل إليه وجلس متربعا على صدره وذبحه كما يذبح الكبش. لكن يا محبون عندي أنا نقطة. الحسين تذون الشمر ايش سوى؟ الذبح، الذبيحة تذبح تفرى أوداجها الأربعة، الفقهاء يقولون الودجان والمري والحلقوم. ليش تذبح الذبيحة من الأمام؟ رفقا بها. إذا فريت أوداجها الأربعة وماتت بعد ذلك يحزون رأسها، لكن بعد موتها. ولكن الحسين ماذا صنع الشمر؟ ماذا صنع الشمر؟ الشمر فرى أوداجه، فما أنفر الأوداج حتى سارع إلى عزل الرأس عن الجسد. ولذلك عندما تسلم على الحسين عليه السلام في الزيارة، الحسين له خصائص بأبي هو وأمي، لأن مصائبه كثيرة. يا محبون أنتم لما تسلمون على رسول الله صلى الله عليه وآله توجهون إليه سلاما واحدا، عندما تسلمون على أمير المؤمنين توجهون إليه سلاما واحد، عندما تسلمون على الزهراء عليهم السلام توجهون إليها سلاما واحد، عندما تسلم على الحسن المجتبى توجه إليه سلاما واحد ولا عليه السلام. ولكن الحسين تسلم على خده، توجه السلام إلى خده، توجه السلام إلى شيبته، توجه السلام إلى بدنه. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدنين سليم. أسمعتم أن يحيى قتلت معه رجال وجئت تسلم عليهم وتصفهم كما تصف أنصار الحسين وتقول السلام على الشفاه الذابلات، السلام على الرؤوس، السلام على الرؤوس المشالة، السلام على الأجساد المضرجات، السلام على النساء المسبية. قالوا أن رأس يحيى لما قدم لطاغية زمانه تكلم الرأس وقال: لا تحل لك، لا تحل لك، لا تحل لك. أخذت ملك زمانه الرعدة
فقال ارفعوه عني، ولكن رأس الحسين تكلم أمام يزيد ويزيد ينكثه بمخصرته. تقول العقيلة عليها السلام وهي لسان الطف بأبي هي وأمي، ثم تقول غير مستأثم ولا مستعظم منحنيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكثها بمخصرتك. آخ. ولذلك اضطر يزيد إلى التعجيل بالمسير، لأن العقيلة والسجاد كشفوه وخاف الفتنة. تقول العقيلة بلسان الحال رادوا هتكنا لكن الباري هتكهم، وابنك علي السجاد بالمجلس فضحهم. اسمحوا لي عاد أنا على عجلة بجيب هالقليل، لكن لي معكم وقت آخر في ساعة من عمري إن شاء الله. رادوا هتكنا لكن الباري هتكهم، وابنك علي السجاد بالمجلس فضحهم، وتغيرت الأحوال وتبدل فرحهم، وصار العزب الشام من قبل المدينة. وعجل بمشيتنا وعرجنا على لطفوف، نجدد عهد باللي مبضعينا. كل واحد يوقف على قبر حبيبه، ها بعد ثلاثة أيام، ها يوقف على قبر الحبيب وتنكسر الدمعة بعد أن يسلم عليه المؤمنون. ثلاثة أيام تخف عليه المصيبة، كم من مؤمن صافحه وقال لا عظم الله لك الأجر، بينما السجاد ما حد عزاه إلا عقب 40 يوم. وأقبل جابر قال أأنت جابر، كأني بالإمام يقول لي تعال يا جابر ما حد عزاني منذ أن ذهبت العشيرة، أأنت جابر؟ قال نعم أنا جابر. قال يا جابر ها هنا قتلت رجالنا، وها هنا سلبت نساؤنا، وجاءت العقيلة تسأل يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها، ما حال جثة ميت؟ احنا فارقناها على الأرض، شو نجهزتونها؟ ما حال جثة ميت في أرضكم بقيت ثلاثا لا تزار، لا يزار مقامها، بالله هل شيعتموها للثرى وهل استقرت بالتراب رمامها؟ بيت الوداع. لسان حال نساء بني أسيد، احنا قصدنا المعركة وجينا المعارة، شفنا جسد مطروح وتركنا حياة، أوصالك الهم قطعا أو تسطع أنوار، مقطوع حتى خنصره من كف اليمين وحسينا. يا الله رد كل غريب، فك كل أسير، مع كلمتنا على الخير والهدى، عجل لنا فرج إمامنا، اغفر لنا ما تقدم وما تأخر من ذنوبنا، واغفر لوالدينا. تقبل الله عملكم وكشف همكم بسادتكم. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، خصوصا الفقهاء والشهداء السعداء، وموتاكم وموت المؤسسين والباذلين، نهدي ثواب الفاتحة تشفعها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صلِّ